رمضان كريم وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج أوروبا في فلسطين. حلقتنا اليوم رح نتحدث فيها عن دعم الاتحاد الأوروبي لقطاع التعليم المهني في فلسطين. خليكم معنا بعد الفاصل. يعاني المجتمع الفلسطيني من ارتفاع نسب البطالة اللي بتوصل ل 17% في الضفة الغربية و 41% في غزة، وبيعمل الاتحاد الأوروبي على دعم التعليم المهني في فلسطين من خلال برنامج كبير بقيمة 8 ملايين يورو ومدته 4 سنوات بتنفيذ GIZ بالشراكة مع وزارتي العمل والتربية والتعليم العالي. وبهدف البرنامج لتحسين جودة التعليم المهني وتوفير متطلبات سوق العمل من خلال عمالة مهنية مدربة وتعزيز القدرات المؤسساتية في قطاع التعليم المهني. بوجود الداعمين مثل الاتحاد الأوروبي والمؤسسة الألمانية للتعاون GIZ وغيرها من مؤسسات طبعا موجودة في البلد، تجربتنا حقيقة في هذا السياق كانت تجربة ناجحة، تجربة يمكن البناء عليها وتطويرها بحيث تترك أثر واضح واستراتيجي في تغيير التوجهات الوطنية بما يخص موضوع التعليم والتدريب المهني وتوفير الأيدي العاملة وحل مشكلة البطالة. وبيعمل برنامج الاتحاد الأوروبي لدعم قطاع التعليم المهني مع 30 مركز التدريب المهني، 17 منها في الضفة الغربية و13 في قطاع غزة، وبيستفيد من دعم الاتحاد الأوروبي للتعليم المهني في فلسطين 4500 طالب الإناث بشكله أكثر من 25% منهم، وبحصل أكثر من 60% من خريجي مراكز التدريب المهني اللي بدعمها الاتحاد الأوروبي في فلسطين على وظيفة في غضون عام من تخرجهم، في حين عبر أكثر من 70% من أرباب العمل عن رضاهم عن مؤهلات خريجي مراكز التدريب المهني اللي بدعمها الاتحاد الأوروبي في فلسطين. مشاهدينا، وسؤال حلقتنا لليوم بيقول: ما هي أكبر عاصمة في دول الاتحاد الأوروبي؟ كمان مرة بنكرر السؤال: ما هي أكبر عاصمة في دول الاتحاد الأوروبي؟ تقدر تشاركوا وتجاوبوا من خلال كتابة الإجابة بكومنت على الحلقة على صفحتنا على الفيسبوك لتكونوا أحد الرابحين معنا بأحد الجوائز القيمة. تقدروا تعملوا شير ولايك على الصفحة لتتابعوا أخبارنا أول بأول. وهيك بنكون وصلنا لختام حلقتنا، بنشوفكم بكرة بنفس الموعد. إلى اللقاء.